راني اخويا واش اقول لك خويا بصط في الفريق يعني قادر اشوف واش صاير هالايام من قبل من زمان فوق يعني قادر على ناس كالسم عيسى قاسون افتر في الفريق ويحبون لي التواير انت فكر واش في ايدي عيسى قاسون فقحته كبيرة يمشي وهو فيها ماني قادر على الفقحة فضيلة فضيلة صدق فضيحة بنت عيسى قاسم زنبر في الفريق وش نسوي بعد خوك لخوك 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 كل يوم خنافة ونفكر وش في أمها هادي البنت قحبة أبوها القحبة عيسى قاسم ياخذ من ورا خوك ضربة للإيران ماني قادر على الفقح لان الرجال مدارس كنت افكر ويش صاير خوك على هذا الطيز قامت تمشي كنا طيز فاخر لكن لن شفت وجهها لعن ابو كنا عيسى قاسم خوك ماني قادر هني على هالفقحة صدج خياس صدج فضيح هالخياس راسي يدوخ يدور ويدور لنا تشوف فقحة فضيلة صج فضيحة ماني قادر اني اخوك لاخوك وصل خبر لاخوك لاخوك ماني قادر على هالفقحة ويش اسوي اخوك لاخوك لاخوك يا اخوك ويش اسوي ماني قادر على هالفقحة اخوك لأخوك لأخوك ماني قادر أني وش أسوي ألعن أبوك إن دجاجة يمشي وهو فيها ماني قادر على هادي الشي كل مرة ينباح حقوق إنسان يساعدونا في كل شي حتى لين يزقون في حديقتي يتصل على الشرطة لأن الشرطة يساعدونه بعدين يرد يتحكى عنهم وش أسوي ألعن أبوه عيسى قاسم بن قحبة أبوه مخنفين خناف في إيران وطلعت النفار أخرته وش أسوي الحين يحرقون تواير الخوك الخوك ألعن أبوه عديل مي خوك ولا خوك بن قحار يحرقون تواير وش نسوي خوك من خوك لخوك مخنفينهم خنافة وش اقول لك كسم عيران كسم كسم ايران شنهم في ايران خوك ماني قادر كسم ايران على هاد الشي وش اسوي خوك كل هالكلام ماني قادر اني لازم اقول وابول على وجه عيسى قاسم نبيل رجب وشيمع والباقية عبد الهادي مريم خواجة زينب خواجة بعد ازق في وجههم خوك لا تحرقوا لي تواير هنيها مرة ثانية